كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، كلشي مزيان. نتمنى الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم بغيت ندير واحد الطويجين ديال كابايله، هي اللي لقيت في السوق اليوم، ما كاينش الحوت، هي اللي لقيت. ان شاء الله انا جبتها وغسلتها، ها هي كتشوفوا فيها، ها هي حيدت لي هذاك السنسول، حيدت لها القشره، حيدت لها كلشي، درتها بحال الشكل ديال الكفته ديال السرديل. وهنايا في الطاجين انا قطعت الخيزو، بطاطا والفلفله والزيتون، يا اما هذا الخضار يا اما الاخر اللي كيكون حار، المهم انا خلطتهم هما. والربطه ديال الربيع حيت لي هذوك العواد ديالها وفرشتهم، هانتوما كتشوفوا. وهنايا عندي الربيع مقطع، هنايا عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، ما يكونش مدقوق مزيان، يكون شويه مهرمش. هنا الشاونيه اي تحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، الملحه على حسب الذوق، نتوما راه الملحه كل واحد كيعرف الذوق ديالو على حسب الذوق. والزيت غنخلطهم، غندير الزيت العود وغندير الزيت الاخرى بجوجهم. وعندي طوماط سويس، طوماط سويس غندير شويه دابا، ومن بعد غنعاود ثاني ندير شويه في ندير عاوتاني شويه في فوق من الحوت ان شاء الله. ملي غنصايبو غندير ثاني فوق منه شويه. ها نتوما، ها هي، وها الحوت ديالنا، غادي نخوي عليه هاد العطريه كامله. بعد ما خويت العطريه كامله، ها هي اللي شفتو، غادي نزيد الربيع والثومه والحامض. الحامض انا عندي في فريكو، كنهزو غير هكايا داير قاصح. نتوما درت جوج طريفات هنايا فوق من الطاجين، وعاود درتو هنايا مع الربيع، وغنزيدو على هاد الخليط كامل. نتوما راه كنفريكو حتى هويا قاصح، وغنزيد شوية ديال الزيت، هادي الزيت العادية، هاهي. بعد ما زدت الزيت غنخلط هاد العناصر كاملة مع هاد الحوت ديالنا، هانتوما. هاهي صافي، يتخلطو كامل، يتجانسو كاملين هاد العناصر، هاهما الحامض وهذا الثومه والربيع وديك العطريه كامله. وغنجيبها غنحطهم فوق هذا، فوق الطاجين، فوق الخضره ديالنا هكايا. نحطهم غير هكا عشوائي كيف كتشوفوا. شعر بين العطريه ديالهم، كثرت لهم العطريه مزيان، انتما كتشوفوا فيه، ها هو. وغنزيد فوق منه هاد الطوماط سويس اللي بقات ليا، وغنزوقو مازال بشويه ديال نزوقو مازال بشويه ديال الفلفله من الفوق. نتوما غنزوقو مازال بشويه الفلفله، بدا شويه الفلفله حاره حتى هيايا. وغنزيد الزيت العود، الزيت العود من الفوق، هي غير من الفوق شويه صافي. وغنقطع الحامض، غنقطعو طريفات نحطو فوق منه، ونحط فوق منه فلفله حاره، ونتلاقاو من بعد ما بدا يطبخ. بعد ما درت فوق البوطه وشعلت ليه، غنزيد شوية ديال نزوق بشوية ديال الفلفلة الخضارية، هانتوما نزيدو، ونزيد الحامض حتى هويا. Thank you.
وندير فوق منها جوج لحاق. ها انا من بعد ان شاء الله نبدا يطبخ ونوري لكم ونتلاقاو لي وجد ان شاء الله. ها نتوما هذا الطاجين بعد ما بدا كيطبخ نتوما كتشوفوا راه الحوت القلمه الخضره تلقات الماء، انا ما درتش ليه حتى شي نقطه ديال الماء، ها هو بدا يطلق الماء راسو والماء ديالو دابا باش غيطيب. انا ما كنديرش الماء في الطاجين وداك الماء اللي تلق ليه الحوت وداك الماء اللي تلقات ليه الخضره هو باش غادي يطيب ان شاء الله. غير غينشف من هذا غير غنشف هذه المرقه ونشف هذا الماء صافي غادي نطفي ليه الطاجين ديالنا بعد ما وجد. ها نتوما كتشوفوا ها هو هذاك الحوت ها هو كيولا يا سلام. هانتو ولا غزال والريحه ديالو كتشهي زوين وما بقاش فيه الماء نشف لانه ما درتش ليه اصلا الماء جا ناشف. هانتوما كتشوفوا خضرة طيبة كلشي طيب داكشي اللي فيه. نتمنى يعجبكم دعموني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير زوينين وابوني من عندكم وعند حبابكم وبارطاجيو عفاكم البنات. يلا شكرا وبصحتكم وراحتكم.